أركز على الحتة اللي هي وانت بتلعب كورة في الشارع مع أصحابك ومع زمايلك والكلام ده كله، مين اللعيب اللي كان بتلفت نظرك زمان وتقول نفسي أبقى زي فلان، زي علان، زي الكابتن ده؟ لا، وانت اللعيبة اللي كان زمان، عارف كان زمان الكورة في الفترة بتاعت الستينيات ديت أو الخمسينيات والكلام ده كله، الستينات بالذات يعني. الخمسينيات يعني صغيرين دي الخمسينيات. فانت كانت الفترة دي كانت انت لما تيجي مثلا في اللي هو بداية كان ليه العظام جدا مولودين اسماء كبيره جدا، رفعت فالدين، طه اسماعيل، في سعيد ابو النور، في كابتن الزمالك شربيني، امام الشربيني، في الزمالك عبد النصحي رحمه الله على الجميع بقى اللي مات، كابتن الله يرحمه يا سيدي، كابتن حماده امام، كابتن عصام باهير، لا ده حماده اللي بعد ده كده اللي يعني. بعد كده. فالقصد من الكلام طبعا انت عارف كان الناس كان التدريب بيبقى 3 ايام في الاسبوع، ده يعني يبقى ده بيعمل هم خلاص يعني يوم الاربع خلاص اخر تدريب الاربع وبيريح الخميس، انما هو ده اللي ده كان ممكن موجود. رايح قبل الماتش بتاعت 4 ايام. ايوه كان هو ده اللي موجود. انا بس عايز اقول احنا كان عندنا لعيبه، انا يعني انا فاكر ان رفع كان جت المانيا تلعب المانيا الغربيه، جم يلعبوا هنا، كان في وزي رفعت الفلاليني راح الماتش ده الكابتن طارق سرين رحمه الله عليه وقف، كان ران عندهم او ظن حاجه، كان ران ده نجم كبير قوي ما مسكوش كوره. دي حقيقة. ازاي انك انت عندك رفعت الفلاليني بيراهن على يعني بيراهن كان مش براين يعني كان نوع من البتاع لا ده لا يعني بتحدي يعني. بتحدي ان انا هجيب جون في الزاويه دي في الدقيقه كذا. هو طبعا طرق اللعب كانت بتساعد وكانت الدنيا سهله اكيد يعني، كره صعبه قوي بس كانت لعيبه متمكنه يا سبري. لا كانت لعيبه بالفطره، اللعيبه اللي بالفطره دي انت تطلع مواهب، المواهب دي في وزنها في بالنسبه زي اي مواهب في العالم، بس يا عيني طبعا ظروف التدريب بتاعتنا وظروفنا والكلام ده كله كانت ده مؤكد طبعا. كان شيء لسه قبل التلفزيون ما كانش الموجود في زي يعني يمكن كان اكتر حاجه الاستاذ فهمي عمر ربنا يديله الصحه والعافيه 7-5 اللي هو التعليق على المباريات، على تعليق على مباراه الدوري. وهو كان بيقدمه باسلوبه طبعا يعني هو اعلامي عظيم يعني، طبعا طبعا. فانت كان ده اللي شادد، فانت كان عندك حاجات بالذات اللي خارج بعيد عن القاهره والكلام دي، حاجات انت مرتبط بيها وهي دي انت نعم انت مرتبط بناس انت ما شفتهمش او بتسمع عنهم، ولا في تلفزيون واذاعه وخدت بالك بتسمع برامج يا دوبك خفيفه في الاذاعه ولا في يعني ولا كان في يعني الكلام ده كله، انه هو ده كان الوقت ده كله. الوقت ده كان كده، الشوارع كانت فاضيه، كان عددنا قليل، كنا اكتر انضباطا يعني في يعني الناس كانت هنتكلم في السلوكيات دي.